إنسان يجي يدافع عن الصهاينة ويهاجم إخوان ولا المسلمين بحجة أنهم فعلوا ولا ما فعلوا ولا استفزوا ولا قولت الأسلحة هذه صواريخ يعني خردة. الله يكثر خير الخردة اللي عملت ما لم تعمله جيوش عربية أبدا. الخردة الآن يعني جعلت الشعب الصهيوني كله تحت الأرض في الملاج. الخردة اللي أوقفت المطارات. الخردة اللي جعلت اقتصاد الصهاينة ينزل. الخردة اللي جعلت أن هناك مشكلة داخل إسرائيل وهناك الآن مظاهرات ضد الحرب. حتى العسكريين أنفسهم الآن يطالبون القيادة السياسية أن يوقفوا الحرب ولا جندوا الشعب كما يمكن أن نقول. فأنا أقول يعني التسامح هنا غريب أنه أخذ وضعية عكسية والإنسان يعني لا يريد لأهله ولا للعرب ولا للمسلمين إلا كل خير وكل موقف سليم. ولذلك يعني نبتهل إلى الله دائما بالنصر.